بس خلاص بس لا ما اتفقنا والله ما اتفقنا احنا ما اتفقنا من البدايه عندنا ضوابط نورمال كلوز نورمال اوبن بعد التسعه هذول التسعه مشان نستخدمهم كتشغيل محرك حسب رقم سري مكون من اربع خانات نقدر نعمله خمس خانات نقدر نعمل ثلاث خانات زي طبعا هذا العمل يعني من تصميمي واختراعي ما اتوقع انه حد نفذه قبل هالمره استخدمنا ايضا بالاضافه للضوابط استخدمنا اربع كونتاكترات مفاتيح مغناطيسيه مشان يساعدنا بحفظ الرقم السري الدائرة خلينا نطبقها أول شيء عملي قدامكم ونشوف كيف لازم ندخل رقم معين مكون من أربع خانات بالترتيب حتى يشتغل المحرك مثلا فرضنا جينا جربنا احنا مش عارفين الرقم جربنا ستة جربنا خمسة جربنا ثلاثة أي رقم هيك ما في شغل الدائرة إلا غير حسب إيش حسب رقم معين احنا بنطبقه حتى تشغل يعني بدك تحاول ممكن صدفة تزبط بعد محاولات كثيرة هاي الرقم السري وشوفوا كيف هاي الرقم الثاني هاي الرقم الثالث هاي الرقم الرابع وشوفوا كيف اشتغلت الدائرة اذا كبست اي رقم ثاني خطأ راح تطفي الدائرة او بقدر تطفيها من خلال ضغط الافاضة كان شغالة الدائرة زي هيك او بقدر تطفيها من ضغط الاف من هون الان هسيت بدي اجرب انا احاول محاولة ثانية مثلا انا جربت الان حطيت الرقم ثمانية هو اول واحد صح بس اشتغل رقم ثمانية كبست عليه اشتغل واحد من الكونتاكترات اللي هو الآن هو وصل كهرباء للرقم الثاني اللي هو رقم ستة إذا كبست رقم ستة راح يشتغل الكونتاكتر الثاني لكن إذا أنا أخطأت مثلا كبست رقم غلط مثلا كبست خمسة طفى الكونتاكتر الأول برجع من جديد الآن أكبس ثمانية الآن أي رقم بكبس عليه خطأ من خلاف الرقم ستة راح شو يساوي راح تطفي الدائرة طيب خلينا نجرب هسا نكبس الرقم ستة لما كبست الرقم ستة شو اشتغل الكونتاكتر الثاني صار كونتاكترين شغالات الان هسه اي خطا بكبس على اي رقم من الارقام هذيك راح تطفي الدائره ترجع من جديد مثلا كبست على رقم ثلاث خطا لاحظوا كيف طفى اثنين رجعت من جديد الدائره نكبس ثمانية نكبس ستة الان هسه تكبس الرقم الثالث الصح شو الرقم الثالث صح اثنين الان اشتغل ثلاثه واحد اثنين ثلاث كونتاكترات شغاله هاي نازلتك يعني شغال الان اي خطا كمان اكبس على اي رقم خطا راح تطفي الدائرة من جديد هذا نكبس على رقم تسعة طفى إذا اللي يعني صعب إنه واحد يتحذر تحذير الآن فكرة عمل الدائرة أول شيء الخط الحار أخذناه على ضغط أوف يعني نورمال هذا الأوف اللي هو نورمال كلوز الآن أعطى كهرباء لمين نورمال أوبن اللي هو رقم إحنا أول رقم ثمانية هذا رقم ثمانية رقم ثمانية راح يغذي مشو راح يغذي كونتاكتر هنا كويل ملف الملف هذا احنا بنعطيه بارد نعطيه بارد بعدين هنا بس يشتغل الكويل هذا الكويل خلينا نسميه رقم ثمانية مثلا بس يشتغل ثمانية في هنا ملامسة نورمال اوبن راح نوصلها على التوازي مع ثمانية يعني هيك الان بس يشتغل هذا شو بصير بهاي الذراع هذا بتشغل النورمال بصير الكهرباء تيجي بالشكل هذا هيك 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 وتغذي ظل شغال على طول صح؟ مدام واصله نوترال. الآن هسه بدي آخذ للرقم الثاني اللي بعديه لازم آخذ من بعد هون من 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 هون واصل كهرباء واصل لحد هون. لازم آخذ الرقم ستة. هاي كمان واحد نورمال أوبن اللي هو رقم ستة. الآن هسه ياتي هذا بغذي كويل ملف اللي هو كونتاكتور. الكونتاكتور رقم ستة هذا راح يشغل نورمال إيش أوبن. النورمال أوبن بأخذ على التوازي مع هاي. الان مجرد ما اشتغل هذا ستة هاي وصلوا بارد هنا اشتغل راح تسكر هاي صح راح تسجد الكهرباء تيجي هيك وظلها اذا هذا كمان شغال صاروا اثنين شغالين الان هسيات هذولا مخوضات على نورمال كلوز ضغط النورمال كلوز بحطهم كلات على التوالي هنا هذا مثلا رقم ثلاث هذا رقم واحد كل الارقام اللي باخذهم هون باخذها على البارد باخذها على البارد بحيث اذا كبست السيات بالخطا بعد ما كبست ثمانية وستة كبست على واحد او ثلاث او اي رقم خلاف الرقم السري راح تطفي الدائرة وترجع من جديد الان خلينا شغالي واصل كهرباء لستة وراح ناخذ للضغط اللي بعديه اللي هو نورمال اوبن اللي هو رقم اثنين اثنين راح يشغل كونتاكتور رقم اثنين رقم اثنين هذا واصل نوترال مع المجموعة كلها الان هسه في النورمال
اوبن نقطة بنوصلها مع هاي على التوازي، مع هار على التوازي. الآن بس يشتغل اثنين راح تسكر هاي، راح يصير كهرباء تيجي هيك بشكل هذا. واصل كهرباء لحد هون الآن. وهذا شغال. راح يعطي كمان رقم 4. الآن نورمال اوبن بش بوتون رقم 4 راح يغذي لمين؟ لكونتاكتور هون. الكونتاكتور هذا رقم 4 واصله نيوترال، وفي نقطة مفتوحة هون. مجرد ما ضغطنا احنا راح هاي النقطة المفتوحة تسكر اللي هي نورمال اوبن كلوز، بصير كهرباء تيجي بشكل هذا وتغذي للكويل وبضل شغال هذا. إذا هسه هذا شغال بنقدر نستفيد منه احنا نشغل المحرك اللي بدنا اياه. هذا في له هون ملامسات نورمال اوبن كولين، ناخذن على الثلاث فاز مثلا. بدنا نشغل محرك ثلاث فاز L1 L2 L3 وبنشغل هون محرك ثلاث فاز 3 فيز. كل الارقام اللي هن 1 و3 و6 و5 و7 و9 ارقام مش داخله بالرقم السري، هاي الارقام راح تفصل الدائره مجرد النقر عليها. اذا بدنا نعمل اتجاهين هذا كلياتهم بدل ضاغط واحد، بدل ضاغط الاتجاه ده الفورورد. اذا بدنا الريفرس نحط ضاغط اون وبنشغل على ضاغط الاون بحيث البوابه تفتح برقم سري وتسكر برقم واحد. معروف هذا الضاغط، ضاغط جرس. في الحاله الطبيعيه بيكون اوبن، اذا كبسنا عليه راح يشتغل عندنا جهاز الاوميتر. لاحظوا كيف ضغطت عليه اشتغل جهاز الاوميتر. النورمال كلوز برضو اذا فحصناه بالشكل هذا في الوضع الطبيعي بدون ما تمس عليه شغال. ها في الوضع الطبيعي شغال، اذا كبست عليه راح يطفي. الان الارقام السريه هي 8 6 2 4. استخدمنا هنا 4 ضواغط نورمال اوبن اللي هن 8 6 2 4 ضمن نورمال اوبن. اذا عندنا النورمال كلوز اللي هن 1 و3 و5 و7 و9 هذول نورمال كلوز، وهذا نورمال كلوز عشان يطفي الدائره كامله. اذا الارقام السريه اللي استخدمناها هي 8 6 2 4. لازم تكون هاي الارقام بالترتيب، يعني لازم يكون الرقم 8624 غير هذا الرقم ما بزبط، لازم يكون بالترتيب. مثلا لو جينا كبسنا مثلا كبسنا 8 2 6 4 ما بتشتغل. لو جينا كبسنا مثلا 6 2 4 8 ما بتشتغل. ممكن اني اكثر الضواغط الرقم السري من 5 خانات مثلا. كل ما زدت عدد الضواغط النورمال اوبن اللي مستخدمه في الدائره راح استخدم كونتاكتور زياده. يعني اذا كان الرقم السري مكون 4 خانات لازم استخدم 4 كونتاكترات، اذا كان 5 لازم استخدم 5. بقدر اصغر الرقم السري ل3 خانات بستغني عن الرابع الاخير، يعني بيكون عندي 3 ارقام مثلا 2 5 8 مثلا او 1 5 9. بقدر اغير الرقم السري باي وقت، بس استبدل النورمال اوبن بالنورمال كلوز. عندنا هنا بالنظام هذا ما بصيرش تكرار، يعني بصيرش تكرر الرقم مرتين داخل الرقم السري. يعني بصيرش احط 2 3 2 او 3 3 2. التكرار في نفس الرقم غير وارد هون. كم